بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من دروس التعليق على مختصر الإمام البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وفيه كتاب التيمم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصابنا العقد تحته. هذا كتاب التيمم. والتيمم في اللغة القصد، القصد لغة هو التيمم، والقصد إلى الشيء هو التيمم. تقول: يممت وجهي شطر بيت فلان، يعني قصدت إليه أو ذهبت إليه. واصطلاحا هو القصد إلى الصعيد الطيب، اصطلاحا هو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة أو بنية رفع الحدث. تيمم في المعنى الاصطلاحي هو طهارة ترابية، طهارة ترابية يستعمل فيها التراب لرفع الحدث واستباحة ما تستباح معه الصلاة. والعلماء تحدثوا عن التيمم، هل هو مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ يعني إذا تيممت تكون قد أخذت رخصة لتصلي مع كونك محدث وهذا إذن مؤقت للصلاة، أم إن التيمم يرفع الحدث فتكون بذلك قد تطهرت وصرت على طهارة كاملة ولا إشكال في هذا الحدث الذي رفعته بالتيمم، ولا يمكن أن تعود منتقض الوضوء فيما بعد؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أن التيمم مبيح للصلاة لحين وجود الماء، وهو لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث رفعا دائما، وإنما يرفع الحدث رفعا مؤقتا. هذا مذهب الحنفية والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وطائفة من أهل العلم. والمذهب الثاني أن التيمم بديل للطهارة المائية، يرفع الحدث، يرفع الحدث، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وهو على هذا النحو بدل كامل عن الطهارة المائية فيرفع الحدث رفعا مطلقا. هذه المسألة ينبني عليها مسائل في الخلاف بين أهل العلم بعد ذلك، لكن حتى نتصور التيمم قبل مناقشة أو قراءة الأحاديث، التيمم يشرع بالإجماع عند عدم وجود الماء، عند عدم وجود الماء.
أو عند عدم الماء حكما، فإما أن يفقد الماء حقيقة أو أن يفقد الماء حكما. فقد الماء حكما يعني العجز عن استعماله، يعني العجز عن استعماله، يوجد الماء لكنك لا تستطيع أن تستعمله لأن مثلا بك مرض أو بك جرح أو بك شيء يمنعك من الاستعمال، فأنت عاجز عن استعمال. أو قد تكون في حبس لا تستطيع أن تستعمل مع هذا الحبس الماء أو أن تصل إليه. إذن مهما يكن السبب الناشئ عن عجزك عن استعمال الماء فأنت بهذا تكون غير واجد للماء حكما. فقدنا الماء حقيقة أو فقدنا الماء حكما، جاز استعمال التراب بدلا عن الماء في استباحة الصلاة أو في رفع الحدث. إذا خاف خروج وقته بسبب أنه يشتغل بالبحث عن الماء أو عن الغسل، أو علم أنه إذا اشتغل بالماء أو بالوضوء أو بالغسل يفوته الوقت أو يخرج، هل له أن يتيمم ويعدل عن الوضوء إلى التيمم؟ الراجح أنه ليس له أن يعدل، وإنما عليه أن يتوضأ ويغتسل إن كان محدثا حدثا أكبر ويصلي حتى ولو خرج الوقت. هذا مذهب الجمهور من الحنفية الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية. هل يستحب تجديد التيمم كما يستحب تجديد الوضوء؟ ونقول يعني كما يجدد الوضوء يجدد التيمم؟ لا، لا يستحب تجديد التيمم كما يستحب تجديد الوضوء، هذا عند الأئمة الأربعة. إذا أردنا أن نتحدث عن صفة التيمم، كيف يتيمم الإنسان؟ يتيمم الإنسان أولا بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة، قلنا مذهبين لأهل العلم، فينوي هذه النية أنه يرفع حدثه أو يستبيح الصلاة فرضها ونفلها، فرضها ونفلها، ثم يضرب ضربة بكلتا يديه مع التسمية، ينوي يسمي يضرب التراب أو الصعيد الطيب الطاهر بيديه ضربة واحدة، هذه الضربة تكون الأصابع فيها مفرجة هكذا، أصابع مفتوحة، يضرب ضربة واحدة يمسح بباطن كفيه وجهه، ثم يمسح براحتيه كفيه، ويخلل أصابعه، ويخلل أصابعه على هذا النحو، ضربة مع التسمية ثم يرفع فيمسح الوجه ثم يمسح اليدين، اليمنى تمسح اليسرى واليسرى تمسح اليمنى، مع تخليل الأصابع. بهذا يكون قد أتى بما يفترض عليه في التيمم، جاء بالتيمم على الوجه المشروع الصحيح. ما الذي هو فرض وما الذي هو سنة فيما قلنا؟ التسمية سنة، وأما النية فهي إما شرط أو واجب. التسمية سنة والنية إما أن تكون شرطا أو تكون واجبة. التراب الذي يعلق بكثرة في يده يستحب له أن يخففه، بماذا؟ بنفخ خفيف في هذا التراب. إذا علق بيده تراب كثير أو علق بيده شيء غير التراب مما يكون في الأرض، فله أن ينفخ نفخا يسيرا أو ينفث نفثا يسيرا فيزيل هذا الزائد، ثم يستعمل التراب في وجهه وفي كفيه. مبطلات التيمم بشكل عام، يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء، يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء إجماعا، فكل نواقض الوضوء تنقض التيمم. لو وجد الماء بعد التيمم
وقبل الصلاة، لو وجد الماء بعد أن تيمم الإنسان وقبل الصلاة، عندئذ يكون التيمم قد بطل. والقاعدة معروفة، ما هي؟ إذا حضر الماء بطل التيمم. لكن يختلف العلماء فيما إذا حضر الماء بعد التيمم وبعد الصلاة، هل يلزمه أن يعيد أو لا؟ الراجح أنه لا يلزمه، لأنه أدى فرضه، أدى فرضه واتقى الله ما استطاع، وعمل بالتيمم كبديل عن الطهارة المائية، وهو بديل صحيح ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي الخلاف فيما لو جاء الماء وهو في الصلاة، لو جاء الماء وهو في الصلاة هل تبطل صلاته ويخرج أو لا تبطل؟ هذا خلاف بين أهل العلم. يبطل التيمم بوجود القدرة على استعمال الماء، يعني إنسان كان محبوس وتيمم ليصلي ثم فك حبسه وصار الماء متاحا، يبقى هذا التيمم الذي تيممه قد بطل، قد بطل، ووجب عليه أن يستعمل الماء لأنه زال عذره الذي لأجله أبيح له أن يتيمم. من مبطلات التيمم خروج وقت الفرض عند الحنابلة، إذا خرج الوقت فقد بطل التيمم، وعند غيرهم يعني عند الحنابلة والشافعية يبطل بخروج الوقت، وعند غيرهم من الحنفية والظاهرية لا يبطل بخروج الوقت، ويمتد هذا التطهر معه ما شاء ما دام أنه لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء أو لم يبطل تيممه بسبب آخر. يبقى كأن الحنابلة ومن معهم يعتبرون أن التيمم لكل صلاة بفرضها ونفلها. أخيرا، شروط التيمم كما قلنا أن يفقد الإنسان الماء حقيقة أو حكما، أن يفقد الماء حقيقة أو حكما، أن يدخل وقت الصلاة المفروضة ويريد أن يصلي الصلاة المفروضة فلا يحتاج إلى أن يتيمم قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت فقد تحقق الوجوب في حقه وعندئذ يشرع له أن يتيمم. أن يكون التيمم بالتراب أو بالصعيد الطيب الطاهر الذي له غبار، كل هذه اشتراطات فيما يجوز أو يجزئ التيمم به، أن يكون التيمم بالصعيد وهو ما يوجد على الأرض من التراب أو الرمال التي لها غبار، وأن يكون هذا الصعيد طاهرا، فلو كان نجسا أو متنجسا بشيء عليه فإنه لا يجزئه، لا يجزئه. ثم من الشروط كما قلنا النية، على خلاف هل هي شرط أم واجب، وعند بعض العلماء يقولون إن فروض التيمم مسح الوجه، مسح الكفين، مسح الوجه ومسح الكفين. ثم يقولون في الحدث الأصغر ينضاف الترتيب والموالاة، في الحدث الأصغر ينضاف الترتيب والموالاة، فهذه أربعة عند بعض العلماء في الحدث الأصغر، ويحذفون الترتيب والموالاة إذا كان التيمم يرفع الحدث الأكبر، إذا كان التيمم لرفع حدث أكبر فيكفي هذا، فيكفي أن يأتي بمسح الوجه ومسح الكفين لحديث عمار، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن هذه كلمات مختصرات موجزات عن فقه التيمم حتى تكون لدينا صورة قبل أن ندخل إلى شرح الحديث، وهذا الذي نفعله حتى يكون لدينا تصور إجمالي بمعنى التيمم وبفقهه، لأن الحديث تتشعب مسائله وتكثر مباحثه وتتعلق بالفقه أحيانا وبغير الفقه أحيانا أخرى، فنتعرض لذلك بشيء من التفصيل فقد يغيب عنا
بعض هذه الأحكام في أثناء التعرض للشرح التفصيلي. ندخل الآن إلى هذه الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري واختصرها الزبيدي في مختصره. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قيل إن هذا سفر غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وقيل بل غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وهي الغزوة التي وقعت فيها حادثة الإفك. حادثة الإفك، ولو راجعنا قصة حادثة الإفك سنجد فيها قصة عقد لعائشة فقد، وهنا في مشروعية التيمم عقد لعائشة فقد، فهل هما قصة واحدة أم قصتان؟ اختلف أهل العلم، ورجح بعض المحققين أنها قصتان، أنها قصتان، يعني عائشة رضي الله عنها فقدت العقد مرتين، مرة في غزوة ذات الرقاع ومرة في غزوة المريسيع. وسياق هذه القصة مشعر بهذا، لأن الصديق رضي الله عنه لامها وقال لها ما شاء الله أن يقول. قالوا إن الصديق قال لها: يا بنية، في كل مرة تكونين عناء وبلاء، في كل مرة، يعني معنى هذا أنه سبقت لها مرة وهذه مرة ثانية، فالمرة الأولى فقدت العقد وتخلفت عن الركب وكان ما كان من قصة الإفك، وهذه المرة فقدت العقد أيضا وصاروا منقطعين في سفرهم بسبب عدم وجود الماء وأنهم لم يقيموا على ماء. إذن الراجح والله أعلم أن هذه الحادثة، حادثة فقد العقد من عائشة رضي الله عنها، حصلت أكثر من مرة. تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهم يعني راجعين أو قافلين من تلك الغزوة، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. كلاهما موضع بين مكة والمدينة، كلاهما موضع بين مكة والمدينة. انقطع عقد لي، يعني فقد هذا العقد، وكان العقد من جزع أظفار أو من جزع ظفار، وقلنا أن ظفار هذه بلد باليمن على الساحل، والجزع الخرز، فهي وصفت هذا العقد أنه من خرز ظفار، وهي مدينة ساحلية باليمن. وهذا العقد لم يكن لعائشة رضي الله عنها، وإنما استعارته تتزين به لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أختها أسماء، فهو عقد لأسماء كان يساوي نحو 12 درهما. قالت: انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يبحث عن هذا العقد، وكلف طائفة من أصحابه بالبحث عن هذا العقد. وهذا يدلك على شدة رفقه ورحمته وتواضعه صلوات الله وسلامه عليه. قالت وأقام الناس معه، يعني على هذه الحال، يلتمسون عقد عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: وليسوا على ماء، يعني لما نزلوا لم ينزلوا على مكان فيه ماء، يعني لم ينزلوا على بئر أو على عين أو على مكان قريب من الماء حتى يتزودوا ويسقوا ويغتسلوا ويتوضأوا إلى آخره. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومجيئهم إلى أبي بكر في حال من الشكاية مما حصل ومما حدث من عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا يدل على أنه يجوز
أن تشتكى المرأة إلى أبيها ولو مع وجود زوجها، ولو مع وجود زوجها. وقيل إنهم اتجهوا إلى الصديق رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ كان نائما، فتوجهوا إلى أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. يعني هنا مشكلتان: الأولى أنه لما نزلوا لم يكن بهذا الموضع ماء ينزلون عليه، ثم لم يكن معهم هم أيضا ماء يتزودون به أو يستعملونه في هذا المكان. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. فعاتبني أبو بكر، في الرواية الأخرى في مسلم أنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذها وقد نام صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه توسد فخذ عائشة ونام عليه الصلاة والسلام. فدخل الصديق مستأذنا، وهذا يدل على أنه يجوز للوالد أن يدخل بيت ابنته وفي وجود زوجها بعد أن يستأذن عليها. قالت: فدخل أبو بكر أو فعاتبني أبو بكر. لاحظ أنها قالت عاتبني أبو بكر ولم تقل عاتبني أبي. لماذا؟ لأن الموطن موطن فيه شدة من الصديق وإغلاظ على عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا ينافي في الغالب ما عليه الأب من الحنو والرأفة وكمال الشفقة على ابنته، لكنه جاء وقد تغير على عائشة وتغيظ عليها بسبب أنه وجد أن المسلمين وقعوا في حرج، والحرج سببه عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاء لائما ومعاتبا ومتغيظا عليها رضي الله تعالى عنه. فقالت: وقال ما شاء الله أن يقول. ما الذي قال؟ في بعض الروايات في الطبراني وغيره أنه قال لها: يا بنية، في كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس. إذن قالت أبو بكر لأنه جاء موبخا ولم تذكره بالأبوة، ثم إنه قال لها مثل هذا القول، ثم شفع ذلك بشيء من اللهز، بشيء من الضرب. قالت: وجعل يطعنني، وفي بعض الروايات يطعنني، يطعنني ويطعنني بيده في خاصرتي. يعني هي جالسة جلسة المتربع والنبي صلى الله عليه وسلم رأسه على إحدى فخذيها، والصديق جاءها من الجهة الأخرى فجعل يضربها في خاصرتها، أو يطعنها بيده في خاصرتها لشدة ما وجد بسبب الحرج الذي وقع على المسلمين. قالت: فلا يمنعني من التحرك، يعني على هذه الحال أتحمل هذا اللهزة وهذا الضربة، لا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأن رأسه على فخذي صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء. حين أصبح، قالوا: هل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلته تلك حتى أصبح على هذه الحال، أم إنه كان الدخول من الصديق بالنهار ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هذا اليوم وهذه الليلة يلتمسون الماء فلا يجدون الماء، ولم يكن قد شرع التيمم وهم يريدون أن يصلوا مثلا، أو يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل كعادته في سفره فلم يتم في هذه الليلة شيء من ذلك، لم يتم في هذه الليلة للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك القيام. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماء،
فأنزل الله عز وجل آية التيمم. أنزل الله آية التيمم. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي صلاة قط بالتيمم، لم يصلي صلاة قط بالتيمم. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية حرك وتقدم إلى مكان ووقعت فيه قصة، وجدوا الماء سنذكرها قريبا. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الواقعة شرع له ولأصحابه التيمم، شرع له ولأصحابه التيمم. لكن هذه المسألة ما استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة مفروضة، وإن ورد أنه تيمم في غير الصلاة المفروضة. تقول رضي الله تعالى عنها فتيمموا، يعني بعد ذلك. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكما قال، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، أنه لم يصلي صلاة منذ افترضت عليه الصلاة إلا بوضوء، قال ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. وآية التيمم التي أنزلها الله هي آية سورة المائدة، لأن التيمم ذكر في آيتين، في سورة النساء وفي سورة المائدة، واختلفوا أي هاتين الآيتين بها شرع التيمم، ورجحوا أنها آية المائدة، لأنه ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية عمرو بن الحارث قال صرح فيها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وهذه آية سورة المائدة. تأمل هذه الحال التي كان فيها شيء من الشدة وفيها شيء من الحرج على المسلمين، وسع الله تعالى فيها على الأمة، فأنزلت آية التيمم فيها التوسعة وفيها الرحمة وفيها الفرج من كل حرج حصل بسبب فقد الماء أو العجز عنه. لهذا نطق أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وهو رأس من أرسل للبحث عن العقد. النبي صلى الله عليه وسلم كلف مجموعة من الصحابة، رأسهم أسيد بن حضير رضي الله عنه، وجعلوا يبحثون حول المكان فلم يجدوا شيئا. فلما رجع أسيد وإذا بالآية نزلت قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بمعنى أنها مسبوقة بغيرها من البركات، ليست هذه الحسنة الوحيدة التي لكم، بل لكم حسنات سابقات وسابغات ومتعلقة بشأن المسلمين والمسلمات، فهذه بركة وصالحة من صالحات الصديق وآله وأهله وأولاده ومن يلوذ به رضي الله تعالى عنه. المراد بآل أبي بكر، أبي بكر نفسه وأهل أبي بكر من بعد. وورد في بعض الروايات أنه قيل لقد بارك الله للناس فيكم، لقد بارك الله للناس فيكم. وفي أخرى قال ما كان هذه، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، ما كان أعظم بركة من قلادتك، من ما كان أعظم بركة قلادتك، يخاطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وفي رواية فوالله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا، إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. هكذا كانت بركة الصديق وآله على المسلمين إلى يوم يبعثون. ثم جاء القول فبعثنا البعير الذي كانت عليه فأصبنا العقد تحته، يعني جاءت الرخصة ووجدوا العقد، فصار هذا بركة من جهتين، ووجدان ما فقدوا ونزول آية التيمم التي فيها السعة. هذه قصة مشروعية التيمم والحال التي أنزل فيها شأن، أنزل فيها قرآن يتلى في شأن التيمم.
من جملة ما يستفاد من هذا الحديث المبارك منزلة الصديق وآله، ويستفاد أيضا الصبر على العتاب إذا كان من ذوي الهيئات وممن له قدر ومنزلة كالوالد والشيخ والعالم ونحو ذلك. وفيه أيضا جواز أن يؤدب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة، ولو كانت متزوجة له أن يؤدب ابنته على شيء وقع منها. والذي يعنينا بشكل أخص هو مشروعية التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه هذه الآية وفيها الرخصة لهم رضي الله تعالى عنهم، وقد استعملوها في موضعها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أو ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هنا حديث ثان ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت كتاب التيمم، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض منن الله عليه وبعض ما اختص الله تعالى به النبي وأمته صلوات الله وسلامه عليه، فقال هذا القول الجامع: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي لم يجتمعن لأحد قبلي، وهذا معنى. والمعنى الآخر أنه لم يجتمع أو لم تكن خصلة واحدة من هذه الخصال لأحد قبلي، فكل خصلة أنا اختصصت بها وهذه الخصال جميعا أنا أيضا اختصصت بها. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر هي له صلى الله عليه وسلم سواء أكان معه جيش أم لم يكن، يعني لو قدر أنه يأتي القوم بمفرده من أعدائه لكان منصورا بالرعب عليهم مسيرة شهر. ومسيرة الشهر المقصود منها أن أعداءه الذين كانوا في زمانه الذين عني النبي صلى الله عليه وسلم بالوصول إليهم كان أبعدهم منه مسيرة شهر، فهو إذا حرك إلى قوم وكانوا على أقصى مدة أو مسافة منه وهي مسيرة شهر وقع في قلوبهم من الرعب والخوف من مسيره إليهم، وقع في قلوبهم من الخوف والرعب ما ينصره الله تعالى به عليهم ولو كانوا على مسافة شهر تقطعها المطايا في ذلك الزمان. وهل هذا لأمته من بعده؟ احتمال، هو احتمال أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وآله ولأمته من بعده، لكنه ليس مجزوما به، ليس مجزوما به. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي موضعا للسجود، أي موضعا للسجود، يعني يباح لي كل موضع طاهر في الأرض أن أصلي فيه، كل موضع طاهر في الأرض لي أن أصلي فيه، حاشا الأماكن المتنجسة والأماكن المتقذرة، ما عدا ذلك فإن الأرض بأسرها موضع للسجود ولأداء الصلاة. ومعلوم أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم وفي محاريبهم، لم يكن للصلاة موضع يصلى فيه إلا هذه المواضع التي اختصت بالصلاة في الأرض وهي موضع الكنائس والبيع ونحو ذلك مما كان عند الأمم التي كانت قبلنا. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له هذه الخصوصية دون غيره، في أي مكان أدركته الصلاة أو أدركت أحدا من أمته الصلاة فعنده مسجده و
طهوره عنده مسجده وطهوره كما ورد في الحديث. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا أي أن الأرض أو الصعيد أو التراب الطاهر يصير مطهرا لغيره، وهذا مما استدلوا به على أن التراب طاهر مطهر يرفع الحدث، يرفع الحدث، لأنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الطهور الطاهر المطهر لغيره. إذن هذا موضع الاستدلال والشاهد من الحديث أن الأرض الطيبة الصعيد هذه يستعملها المسلم عند عدم وجدان الماء أو عند فقد الماء. ثم قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أيما هذه من صيغ العموم، بمعنى كل أحد، كل مكلف من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أي بعد أن يتيمم إذا هو عدم الماء أو إذا هو فقد الماء، فليصلي أي متيمما إن لم يتطهر بالماء. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرحلتان: مرحلة لم يشرع فيها الجهاد أصلا، فإذا لم يشرع الجهاد فلا غنائم، والمرحلة الثانية شرع فيها الجهاد ولم تشرع فيها الغنائم، بل كانت الغنائم إذا تحصلت من جهاد أو غزو جمعت ثم نزلت النار فأكلت هذه الغنائم. ولهذا مما امتن الله تعالى به على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده، لأن الأمة تشركه في هذا الحكم أنه أحلت لها الغنائم، مما امتن الله تعالى به علينا ولم يحصل للأمم التي كانت قبلنا حل هذه الغنائم، فكانت النار تأكل ما غنموا، وأما في شريعتنا فإن هذه الغنائم توزع على المجاهدين وعلى الغزاة المقاتلين. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. أعطيت الشفاعة، ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها العظمى التي تكون لفصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة، ولأنها يعني فضلها ونفعها عام يشمل الخلائق جميعا، وإلا فإن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون والشهداء يشفعون، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات أخرى بخلاف الشفاعة العظمى، لكن الشفاعة التي لا يشركه فيها أحد والتي هي له بمفرده وحده هي الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء يوم يقول كل نفسي نفسي، ويذكر كل واحد منهم أمرا كان بينه وبين ربه، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت إليه وتدافعها الشفعاء يقول أنا لها، ثم يأتي صلى الله عليه وآله فيسجد عند العرش، ثم يستأذن الله تعالى بعد أن يحمده بمحامد يعلمه الله تعالى إياها في وقتها، يأذن له في الشفاعة فيشفع، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يفصل بين الخلائق يوم القيامة. قال: وأعطيت الشفاعة. إذن الشفاعة المقصودة هي الشفاعة المختصة به صلوات الله وسلامه عليه، على أن بعض أهل العلم قال إن هذه الشفاعة غير الشفاعة العظمى، هناك شفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشفع في أهل الصغائر والكبائر من أمته، يشفع في أهل الصغائر وفي أهل الكبائر معا وليس فقط في أهل الصغائر، أقوال، لكن الصحيح منها هو أنه صاحب الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه منقبة لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه نبي آخر الزمان، وأن أحدا لن يبعث بعده صلوات الله وسلامه عليه،
وأنه كما قال وبي ختم النبيون، وقال وأنا خاتم النبيين، وقال فلا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. فهي إشارة إلى عقيدة ختم النبوة بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهو مبعوث إلى الخلق كافة، بل إلى الإنس والجن عامة، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة على الوجه الذي يحمد عليه يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. إذن حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس الخصال، هل هناك خصال أخرى أم إنها محصورة في هذه الخمس؟ بعض أهل العلم قال نعم هناك خصال أخرى وقد ثبتت في أحاديث، وجعلوا يعددون الأحاديث التي فيها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعطيه ولم يعطه أحد قبله، فهو الذي اختص بجوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. والعقيدة عقيدة ختم الأنبياء به أيضا هذه من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، وجعل العلماء يعددون هذه الخصال التي اختص بها رسول الله دون غيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين، فأوصلها بعضهم إلى 60 خصلة، وهذا بتتبع الأحاديث والروايات المتعددة التي فيها ما تفضل الله تعالى به على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعلم أصحابه بهذه الخصائص في آخر غزوة غزاها، وهو قافل من غزوة تبوك، وهو قافل من غزوة تبوك، وهذا فيه إشارة، في هذا الحديث إشارة إلى مشروعية التيمم، وأنه من فضل الله تعالى على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. مشروعية التيمم كانت في السفر، فلئلا يظن ظان أن التيمم مخصوص بالسفر فحسب أو مقيد بالسفر فحسب، جاء البخاري بهذه الترجمة، وجاء بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التيمم في الحضر، وأنه استعمل التيمم بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فعن أبي جهيم ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أبو جهيم هو عبد الله ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وهناك أبو الجهم، أبو الجهم هذا قرشي، وهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأنبجانيته رضي الله تعالى عنه. أما الذي معنا في هذا الحديث فهو الأنصاري عبد الله ابن الحارث على الصحيح. يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، بئر جمل هذا مكان معروف في المدينة، بئر جمل مكان معروف أو موضع معروف بالعقيق بالوادي المبارك في المدينة. قال فلقيه رجل فسلم عليه، هذا الرجل هو أبو الجهيم نفسه، يعني الراوي الحديث كما ثبت ذلك في بعض الطرق. قال فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه أبو الجهيم ولم يكن على طهارة أو لم يكن متوضئا، فماذا فعل؟ عمد إلى جدار من الجدر الموجودة في ذلك المكان، معلوم أن هذه الجدر مبنية من الطين أو من اللبن، وهذه الجدر يعني يكون فيها وعليها من الصعيد شيء ظاهر، يعني من التراب يكون عليها شيء ظاهر. قال أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه
ثم رد عليه السلام، يعني تيمم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يرد عليه السلام. لماذا تيمم؟ قالوا تيمم لأنه أحب أن يرد السلام على طهارة، أو لأنه أحب أن يذكر الله عز وجل على طهارة، أو أحب أن يكون متشبها بالمتطهرين، أو أراد أن يخفف الحدث لأنه يبدو أنه قضى حاجته توا، فأراد أن يخفف الحدث بالتيمم كما يخفف الجنب حدثه بالوضوء. لهذا أو لغيره من الأسباب استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في الحضر، في الحضر. فدل هذا على أن التيمم ليس فقط بسبب السفر، وإنما يشرع سفرا وحضرا إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد الماء. زاد البخاري: وخاف فوت الصلاة. ثبت معنا قول ابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فرضا قط. بماذا؟ بالتيمم. إذن ترجمة البخاري هنا لعموم الناس، وليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف فوت الصلاة فتيمم وصلى متيمما، وإنما هذا الكلام لغيره من الخلق. وقد ثبت هذا في بعض الوقائع التي سوف تأتي معنا بعد قليل. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل التيمم في حال إقامته، وكان ذلك لرد السلام أو لذكر الله على طهارة أو لنحو ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ باب المتيمم هل ينفخ فيهما أي في يديه؟ هل ينفخ فيهما أي في يديه؟ هذا سؤال، يعني جاء بالترجمة على صيغة سؤال ليبين أنه هنا ما يحتمل أن يكون داع يدعو إلى أن ينفخ الإنسان في يديه، فلا يمتنع ذلك، فلا يمتنع ذلك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أن كنا في سفر أنت وأنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هنا الحديث المشهور حديث عمار، وحديث حديث عمار مع عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو يذكره أمرا لم يذكره عمر، يذكره أمرا لم يذكره عمر حتى بعد أن ذكره عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. قال: إن كنا في سفر. قيل هذا السفر أنهم وهم قافلون من خيبر، وقيل بل وهم قافلون من الحديبة، وقيل وقع هذا أكثر من مرة. على كل حال، أو كان هذا في غير ذلك، المهم أنهما كانا في سفر من الأسفار، ثم وقع أن أجنبا رضي الله تعالى عنهما، فاشتبه عليهما ماذا يفعلان. يعني هما يعلمان أن التيمم شرع لرفع الحدث الأصغر، شرع لرفع الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فحصل بينهما اختلاف في الاجتهاد. فأما عمر فتوقف عن أن يصلي حتى يجد الماء، وأما عمار فتمعك أي تمرغ وتقلب في التراب كما تتمرغ الدابة، وهذا اجتهاد من عمار. قال: إذا كان الحدث الأصغر يرفعه ضربة على التراب على الصعيد، فالحدث الأكبر لا يرفعه إلا أن يتمرغ الإنسان بكامل جسده، يعني استعمل اليدين والوجه والكفين في رفع حدث أصغر، فأما الحدث الأكبر فيحتاج إلى أن يعمم بدنه بالتراب تمرغا أو تمعكا كما تمرغ الدابة. ثم إنه رجع عمار مع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عمار،
قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد أو الأرض بيديه ونفخ فيهما. في بعض الروايات أنه أدناهما إلى فيه، يعني قرب يديه إلى فمه، وهذا كناية أيضا عن النفث أو النفخ. قال فذكرت ذلك للنبي فقال إنما كان يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أفاد أمورا، أولا مشروعية النفخ لإزالة ما زاد من التراب أو لإزالة ما علق بيديه من غير التراب مما يكون في الأرض مثلا. وذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب، وموضع الاستحباب حيث كان هذا كثيرا، حيث كان هذا كثيرا. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية التي استفادها بعض أهل العلم، قالوا إنه يسقط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة، يسقط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. لماذا؟ لأن عمار لما تمعك في الأرض لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة، وهو لما تمرغ في الأرض وصل التراب إلى يديه كما وصل إلى وجهه وسائر بدنه. أي ذلك حصل أولا؟ لا يظهر، لا يعرف، لا ندري. فدل هذا على أن الترتيب عند بعض أهل العلم في رفع حدث الجنابة ليس بفرض كما هو في الحدث الأصغر. فقالوا استدلالا بهذا الحديث أنه يسقط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. وأيضا استفادوا أن من غسل رأسه في الوضوء أجزأه عن المسح، من غسل رأسه في الوضوء أجزأه عن المسح. لماذا؟ قالوا لأنه كما أجزأ عمار التمرغ في التراب عن المسح فإنه يجزئ الغسل عن المسح لمن أتى به، لمن أتى به. فلو أن إنسانا اغتسل غسلا كاملا، بمعنى أفاض الماء على بدنه ولم يتوضأ ولم يمسح على شعره قبل أن يفيض الماء، فهل هذا يقع موقع الإجزاء أو لا؟ قالوا نعم يقع موقع الإجزاء. إذن هذه واقعة ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ نفخا يسيرا في كفيه، ومن هنا كما قلنا ترجم البخاري باب المتيمم هل ينفخ فيهما. طبعا أحيانا البخاري يأتي بعلامة الاستفهام أو بالسؤال أو بكذا، وهو يقصد أن يرد على بعض الذين قالوا بالمنع مثلا أنه لا ينفخ مثلا، أو يقصد إلى أن ينبه أن ثمة خلاف في هذه المسألة حيث جاء بعلامة الاستفهام. طيب نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروس التعليق على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى للإمام الزبيدي، وفيه استكمال باب التيمم، باب الصعيد، استكمال كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، فإن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا،
فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحلوا فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا عليا ورجلا آخر فقال اذهبا فابتغيا الماء. فانطلق فلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين. فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي، ونودي في الناس اسقوا واستقوا. فسقى من سقى واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قال اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها، وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا لها. فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. هذا حديث طويل عظيم جليل القدر، أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو يحكي هذه الحال التي كان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في سفره، وما أجراه الله تعالى على يديه من الأمارات والعلامات الدالة على نبوته مما على مثله يؤمن البشر. بوب البخاري فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، يعني إذا لم يجد الماء واحتاج إلى التطهر بالصعيد الطيب فإنه يكفيه، إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا في سنن الترمذي والدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، عند الترمذي وابن حبان والدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا الصعيد بمنزلة الماء. وهذا الحديث به ترجم البخاري رحمه الله تعالى الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما، عمران بن حسين من بني خزاعة، وهو أبو نجيد الإمام الزاهد القدوة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم سنة 7 من الهجرة، أسلم سنة 7 من الهجرة مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في وقت واحد، غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ينزل بلاد قومه ثم يرجع إلى المدينة، فكان يتردد ما بين بلاده وبين مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمران بن الحسين هو وأبوه صحابة، هو وأبوه من الصحابة، ولي لعمر رضي الله تعالى عنه قضاء البصرة. قال الحسن البصري: ما دخل البصرة، يعني من الولاة أو من الصحابة، ما قدم علينا البصرة خير لنا من عمران ابن حسين، أو ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمران ابن حسين اعتزل الفتنة التي كانت بين الصحابة فلم يقاتل مع أي من الطائفتين، وكان زاهدا عابدا مقيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معتنيا بها وبنقلها. قال عن نفسه رضي الله تعالى عنه: ما مسست ذكري بيميني بعد أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورعاية لحقه عليه الصلاة والسلام. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 180 حديثا، بعض هذه الأحاديث في الصحيحين، وتوفي رضي الله تعالى عنه 52 من الهجرة. له مناقب، منها أن الملائكة كانت تسلم عليه، الملائكة كانت تسلم عليه، يسمع ذلك ويعرفه إلى قرب وفاته، إذ إنه قبيل وفاته بسنتين اكتوى رضي الله عنه لمرض أصابه في بطنه، وهو مرض الاستسقاء، فما انتفع بهذا الاكتواء، والذي جرى عليه أن الملائكة لم تسلم عليه، ثم إنه ترك هذا الاكتواء فعادت الملائكة تسلم عليه قبيل وفاته بيسير، ثم لم يلبث أن توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو راوي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كنا في سفر. اختلف العلماء ما هو هذا السفر وأين كان، فمن قائل هذا في عودتهم من الحديبية، وقيل بل في عودتهم من خيبر، ثم إنهم اختلفوا في هذه الواقعة، هل وقعت مرة أم وقعت مرتين، لأنه وردت رواية أن الصحابة في السفر ناموا عن صلاة الصبح في سياقين، فحاول بعض العلماء أن يجمع بينهما لتكون قصة واحدة، وبعضهم رأى أن الجمع غير ممكن، رأى أن الجمع غير ممكن، فقال هما قصتان وقعتا للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، حيث ناموا فلم يستيقظوا إلا مع حر الشمس. والذي يشهد لأن هاتين الواقعتين متعددتان هو أن في إحدى هاتين الواقعتين كان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التي معنا أول من استيقظ أبو بكر، ثم فلان، ثم فلان، ثم عمر، ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تكبير عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذه الرواية ذكر أبي بكر وعمر،
في الرواية الأخرى ليس فيها ذكر أبي بكر وعمر. ومن هنا رأى كثير من أهل العلم أن الواقعة متعددة وليست واقعة واحدة. هذا الحديث فيه أنهم أسروا يعني ساروا بالليل، والسرى يكون السير عامة الليل، إذا سرى عامة الليل يقال إنه أسرى بليل أو سرى بليل. فهم رضي الله تعالى عنهم ساروا مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأسروا ليلا حتى إذا كنا في آخر الليل، يعني ساروا حتى انقضى معظم الليل، حتى إذا وصلوا إلى آخره تعبوا، فطلب بعضهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتاحوا، فخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفجر أن يفوت، فقال أحدهم أنا أحرس الفجر، إما أن يكون الذي حرس الفجر هو بلال رضي الله تعالى عنه أو يكون رجل آخر بحسب هذه القصة، لأنه إحدى القصتين حرس بلال الفجر ثم نام وأخذ بنفسه ما أخذ بأنفس الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ بعينه ما أخذ بأعينهم. في الواقعة الثانية الذي حرس رجل آخر يقال له ذو مخبر، وهذه الرواية التي معنا هي التي فيها ذكر هذا الرجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم أن يفوت الفجر، فطلب من بعضهم أن يقوم بالحراسة سواء في الواقعة الأولى أو في الواقعة الثانية، أي حراسة الفجر لئلا يضيع عليهم، بما أنهم ساروا معظم الليل وصاروا بحالة من الإجهاد والتعب كبيرة. قال وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. مسافر جد به المسير، سار بالنهار ثم دخل في الليل ثم سار حتى وصل إلى آخر الليل وهم على دوابهم في سفر شاق، ما إن وضعوا جنوبهم على الأرض حتى استسلموا لسبات عميق، يعني ناموا نوما عميقا. قال وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني أن يرتاح بعد مشقة شديدة لحقت بدنه من طول السفر. قال فما إيقظنا إلا حر الشمس. معنى هذا أن الفجر دخل ثم خرج وقته، ثم أشرقت الشمس، ثم ارتفعت الشمس، ثم اشتد حرها، عندئذ استيقظوا، يعني معنى هذا أنهم استيقظوا ضحا، أنهم استيقظوا ضحا. فكان أول من استيقظ فلان، بعض الروايات قلنا الصديق رضي الله عنه، قالوا ثم قال ثم فلان، أغلب الظن أن فلان هذا هو عمران بن حصين نفسه، لأنه الذي يروي فهو سوف يروي واقعة شهدها، فهو مسبوق بأبي بكر، استيقظ فوجد أبا بكر قد استيقظ، ثم استيقظ هو، ثم حكى بعد ذلك من الذي استيقظ بعده، فقال ثم فلان يعني نفسه، ثم فلان الذي هو ذو مخبر الذي وكل بالفجر. قال والرابع عمر، والرابع عمر، ذكر عمر رضي الله تعالى عنه باسمه هنا لأن له في هذا الحديث شأنا. ما هو شأن عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول ذكره هو هنا فقال لم نكن، قال فإن لا ندري ما يحدث له في نومه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، من ماذا؟ من الوحي، لأنه ربما يكون في حال من الوحي في أثناء نومه، في رؤيا يراها صلى الله عليه وآله وسلم، أو على أي صورة يأتيه فيها الوحي، فلا يصلح ولا يجمل ولا يحسن منا أن نوقظه والحال أنه ينتابه
الوحي. إذن لم نكن نوقظ النبي حتى يستيقظ هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه، فعنده مما يبعثه على الاستيقاظ ما ليس عندنا، فهم يكفون إذن عن إيقاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مسافرا معهم. قال: فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، يعني من فوات الصلاة ومن بقائهم على هذه الحال، وكان رجلا جليدا، يعني رجلا صلبا قويا، وكان رجلا جليدا، في بعض الروايات أجوف، يعني له صوت يخرج من الجوف، يعني له صوت شديد عال، له صوت عال مسموع. قال: فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أدب من عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يجرؤ ولم يرد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم بشكل فيه إزعاج له عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه يريد أن يوقظ المسلمين للصلاة، فهنا مصلحة يريد أن يحققها عمر، وهي إيقاظ المسلمين وتنبيه المسلمين للصلاة، ولا يريده في نفس الوقت أن يكون يوقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من صوته أو من كلامه أو من فعله، فاختار أن يكبر، علاوة على أن النداء إلى الصلاة إنما هو بالتكبير، فكان الجمع بين الأمرين عنده من حسن أدبه وكمال عقله، فإنه ذكر المسلمين بالصلاة بالنداء إليها، ولو أنه ما أذن وإنما جعل يكبر ويكرر التكبير تنبيها على هذا الأمر، حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يستطيع هو ولا غيره أن يحروا أمرا أو أن يبرموا أمرا والرسول بينهم، أنهم لن يصلوا حتى يستيقظ رسول الله، ولن يفعلوا شيئا في هذه النازلة التي وقعت لهم حتى يعلمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي ينبغي فعله. استيقظ النبي صلى الله عليه وآله، فلما استيقظ واستيقظوا رضوان الله تعالى عليهم شكوا إليه ما أصابهم، شكوا إليه الذي أصابهم، يعني أظهروا الحسرة والأسف والندم على ما وقع من فوات الصلاة وخروج وقتها، مع أنهم كانوا في هذا النوم معذورين، فهم لم يتعمدوا النوم ولم يقصدوا إليه، واستعملوا الأسباب والوسائل المتاحة لهم في أن يدركوا الفجر، وهو أنهم أمنوا رجلا منهم أن يحفظ لهم الفجر وأن يحرسه لهم، لكنه أخذ بعينه كما أخذ بأعينهم. لما شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا، لا ضير ولا يضير يعني لا يضركم، فأنتم معذورون، والله تبارك وتعالى لا يؤاخذ النائم إذا نام عن الصلاة وكان ناويا الاستيقاظ لها والأداء لها في وقتها. إذن رفع عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرج وطيب خواطرهم بقوله لا ضير أو لا يضير، ثم قال: ارتحلوا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أنسهم من الوحشة التي وقعت لهم في قلوبهم من فوت الصلاة، وهذا يعني من كمال أدبه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر بالارتحال. لماذا ارتحلوا؟ ما الذي دعا إلى الارتحال؟ أقوال كثيرة لأهل العلم، منها أن هذا المكان كان به شيطان، وبهذا وردت رواية من الروايات، أو لأنهم كانوا في أرض مشركين فأراد أن يحرزهم من العدو حتى إذا صلوا صلوا في مكان آمن فلا يتطرق إليهم العدو في أثناء
الصلاة، أو لأنه كان ينتظر وحيا في هذه المسألة يوجه خطواته صلوات الله وسلامه، أو لأن المكان الذي ناموا فيه وقعت فيه غفلة عن ذكر الله فأراد أن يرتحل عن هذا المكان الذي وقعت فيه الغفلة، كما إذا نام الإنسان في مصلاه يوم الجمعة وكذا فإنه يؤمر بأن يغير مكانه، لأن هذا المكان وقعت فيه غفلة عن الذكر، فينشط نفسه بأن يرتحل بعيدا عن هذا المكان. إذن أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتحلوا ففعلوا. قال: فساروا غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته يعني فرغ منها إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم. وكان هذا شيئا عجبا، لم يصل مع القوم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يتفقده، لابد أن يسأله، فقال: ما منعك أن يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فلان هذا هو خلاد ابن رافع الأنصاري، أخو رفاعة ابن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. الماء الذي معنا قليل، توضأ به الصحابة وليس عندي ماء أغتسل به، وليس عند هذا الصحابي معرفة أو علم بأن التيمم يرفع الحدث الأكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني معنى هذا أن الحدث يرتفع سواء كان أصغر أم أكبر باستعمال الصعيد الطيب الطاهر. ثم سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له هذه الكلمة ثم سار، فاشتكى إليه الناس من العطش. والظاهر أن هذا الصحابي يعني تيمم وصلى كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اشتكى بعد الناس من العطش، فنزل صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ركب وسار، فدعا عليا ورجلا آخر فقال: اذهبا فابتغيا الماء. الركب أو الراحلة أو القافلة بطيئة في حركتها وتسير في اتجاه محدد، أما إذا انتدب رجلان فإنهما يذهبان فيما يشبه الدائرة حول مكان هذه القافلة يستكشفان مواضع الماء القريبة من القافلة. فانطلق علي رضي الله تعالى عنه ومعه أحد الصحابة يبحثان عن الماء. قال: فانطلق فلقيا امرأة بين مزادتين. المزادة عبر عنها بالسطيحة هنا، مزادتين أو سطيحتين، يعني قربتين كبيرتين وضعت هاتين القربتين على بعير لها، على ظهر جمل لها، من كل جانب قربة كبيرة. فقال لها: أين الماء؟ اسألانها أين نجد الماء حتى يعني نصل إليه. فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني على مسيرة يوم وليلة بالضبط، يعني أنا كنت عند الماء قبل هذا الوقت 24 ساعة. طبعا هذا يعني أن الماء بعيد عنهم، مسيرة 24 ساعة والقوم ليس معهم ماء والقافلة سيرها بطيء، يعني معنى هذا أنهم الآن في حالة من الاضطرار والإلجاء إلى هذا الماء الذي مع هذه المرأة. قالت: ونفرنا خلوف، يعني في أماكنهم متخلفين في ديارهم. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ. عندئذ سقط في أيديهم، فماذا يقولان؟ إن قال نعم فقد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز ولا يصح بحال. ومعنى الصابئ عند هؤلاء القوم، وإن كان هو من خرج من دين إلى دين
أو من مال عن دين إلى دين إلا أنه يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الذم له عليه الصلاة والسلام، فهو الذي صبأ عن دين آبائه وأجداده ومال عن هذا الدين إلى دين جديد لا يعرف ولا يؤلف، فهذه كلمة ذم اطلق في حقه صلى الله عليه وسلم. فهل يقولان لها نعم هو الصابئ، فيكون بذلك قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأدب معه، أو يقولان لا ويكون في هذا تضييع للمقصود الذي يريدانه، فهما يريدان أن يأخذ المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما معها من الماء. فقال هذه العبارة الموفقة هو الذي تعني، هو الذي تعني، هو الرجل الذي تقصدي، بغض النظر عن مسألة هو صابئ أو غير صابئ، نحن وصفناه بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت قلت الصابئ ونحن نقول هو الذي تقصدين، بغض النظر عن هذا الوصف الذي وصفت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هو الذي تعنين فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثاه الحديث. طبعا لم يكن بد من أن تنصاع لأمرهما، فهما فارسان ورجلان وهي امرأة ضعينة ليس معها أحد يمنعها، ومع هذا لم يسيء إليها وإنما أخذاها على هذا النحو بهذه الطريقة وبهذه العبارة التي لم يجترئ فيها عليها ولم يعنفاها، وإنما أخذاها بلين ورفق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها، قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين، يعني فتح أفواه القربتين ثم فرغ في هذا الإناء شيئا مما في هاتين القربتين أو السطيحتين، ثم أوكأ أفواههما ثم أطلق العزالي. العزالي بمثابة الصنابير التي تكون في آخر هاتين القربتين. قال ونودي في الناس اسقوا واستقوا، اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من استقى أو استقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، لأنه وجد الماء فعليه أن يستعمله في رفع جنابته. ثم قال له صلى الله عليه وسلم اذهب فأفرغه عليك. والمرأة على هذا الحال تنظر، قال وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله يمين لقد أقلع عنها، وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. يعني هاتين القربتين كأنهما ما نقصتا شيئا، أخذ منها ما أخذ، واستقى الجيش منها ما استقى، وشرب القوم ما شربوا، وهاتين المزادتين على حالهما كأنهما لم يفتحا. قال وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها، يعني حين ابتدأ فيها السقي أو الاستقاء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجمعوا لها، أي اجمعوا لها شيئا من العطاء أو شيئا من المقابل لأجل ما أخذناه من الماء، مع أنهم لم ينتقصوا هذا الماء الذي وقع من قربتها شيئا، لكن لما كانت سببا في أنها كانت تحمل الماء ثم حصلت البركة بتكثير الماء بمخالطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الماء، ووقعت المعجزة المتكررة في حياته صلى الله عليه وسلم أمام أعين الصحابة كثيرا، وهي تكثير الماء وتكثير الطعام بحضرته صلى الله عليه وآله، لما وقع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها وأن يتألف قلبها، فقال اجمعوا لها. فماذا جمعوا؟ قالوا فجمعوا لها ما بين
ما بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، يعني كل من كان عنده طعام من دقيق أو من تمر أو من سويق أو مما يعني يؤكل جمعوا لها، ثم وضعوا لها هذا الطعام في ثوب في كساء حتى وضعوه بين يديها، ثم قالوا لها: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ما نقصنا من مائك شيئا، ما أخذنا من هذا الماء شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. المرأة على هذا الحال في حال من العجب الشديد، في حال من الدهشة، كيف استقوا جميعا والماء على حاله. قالت: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، يعني وقع لي أمر عجب. ما هو هذا الأمر؟ قالت: لقياني رجلان فذهب بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها السبابة والوسطى فرفعتهما إلى السماء والأرض، ما بين هذه وهذه، يعني ما بين السماء والأرض، ليس هنا أحد أسحر من هذا الرجل. كيف سقى قومه ومن معه في قافلته من الماء الذي معي، وهو لا يكفي القافلة أصلا، ثم كيف بقي الماء موجودا يملأ القربتين اللتين كانتا معي؟ قالت: إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا، يعني جاءت بالاحتمال، جاءت بالاحتمال، إما أن يكون على هذا النحو ساحر من أسحر السحرة، أو هو رسول الله وهذه بركته التي أعطاه الله تعالى إياها والتي وضعها الله تعالى في يمينه صلى الله عليه وآله. وهنا لم تدخل في الإسلام، وإنما جعلت ما رأت من الآية والعلامة والمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم موضع شك وتردد، هل هو ساحر أم هو نبي؟ فكان المسلمون بعد ذلك، يعني انقضت هذه الواقعة ومضى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة، قال: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، سواء يعني قلنا إن هذه الواقعة كانت بعد خيبر أو كانت بعد الحديبية، فالمكان محيط بهذه المنطقة ما بين مكة والمدينة كانت موضعا للغزو وموضعا للجهاد وموضعا للإغارة على المشركين من المسلمين. فرأت تلك المرأة أمرا عجبا آخر، وهو: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، يعني لا يأتون إلى الجهة أو إلى المكان أو إلى موضع البيوت التي منه تلك المرأة، فلا يغيرون عليهم ولا يقاتلونهم. ولا بد أنهم فعلوا هذا بأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي طلب منهم أن يمهلوا وألا يقدموا على أولئك القوم التي منهم تلك المرأة المشركة. وهم على هذه الحال المسلمون يحومون حولهم ولا يأتون هذه القرية ولا يدخلون هذه القرية، حتى قالت المرأة لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يعني ما أرى إلا أنهم يدعونكم عمدا، يعني لم يقع منهم الكف عنكم اتفاقا، وإنما وقع الكف عنكم قصدا وإمهالا وتريثا وتلبثا بإسلامكم أن تدخلوا في دين الله. هكذا فهمت ووعت عن فعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله. فقالت لهم عندئذ: فهل لكم في الإسلام؟ فهي التي عرضت عليهم الإسلام بعد أن رأت علامتين وأمارتين، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كريم الخلق وعظيم الشمائل وما في يمينه من البركة، وأنهم لم يغيروا عليهم حفظا لذلك الود الذي حصل بسبب أنها
يعني كانت سببا في سقياهم، وهم يتلبثون بها وبقومها أن يدخلوا في دين الله ولا يعجلون عليهم. عندئذ هي التي عرضت الإسلام على قومها فقالت: فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام جميعا. إذن هذه القصة التي ساقها الإمام البخاري بطولها فيها منافع عظيمة وبركات جليلة، وإلا فإن البخاري رحمه الله من عادته أن يختصر، فكان يمكن أن يأتي بموضع الشاهد، وموضع الشاهد ذلك الرجل الذي أجنب فلم يصلي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم وأن يصلي، وأن الحدث الأكبر يرتفع أو يرفعه التيمم كما يرفع الحدث الأصغر، وأنه إذا وجد المتطهر إذا وجد المتيمم الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء في الطهارة ويدع الطهارة الترابية. هذا موضع الشاهد، لكن البخاري رحمه الله تعالى جاء بالحديث بطوله ليفيد الفوائد العظيمة وينبه على المعاني الجليلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يجب أن نعي وأن نفهم أن الحديث النبوي هو وحدة متكاملة فيها من العقيدة وفيها من الشريعة، فيها من الآداب، فيها من الأخلاق، فيها من العلم والعمل والدعوة، الشيء العظيم الكثير الجليل. ونحن نتعامل مع هذا الحديث في باب التيمم فنتعلم منه الحكم الفقهي كما نتعلم منه الأدب الدعوي، كما نتعلم منه الأحوال النبوية والآداب المصطفوية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تلزمنا من حيث إننا أتباعه وأحبابه وأنصاره وأشياعه. إذن لا ينبغي لنا ونحن نقرأ الحديث أو نتفقه بالحديث أن نضرب عن هذه الفوائد أو ألا ننتبه إلى هذه المعاني الجليلة، فهذا بركة هذه الأحاديث أنها تعلمك العلم والفقه والدعوة والخلق معا في درس واحد. وإلا فدرس الفقه درس له طبيعة أخرى، طبيعة خاصة، ونحن وإن كنا في أبواب التيمم أو الطهارة أو الصلاة أو الصيام وهي أبواب فقهية، إلا أنه لا تخلو هذه الأحاديث من هذه المعاني الجليلة الكثيرة. هذا الحديث فيه فوائد نمر عليها وقد عرجنا على بعضها. من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا شديد الرعاية والعناية لأمر الصلاة، واشتد أسفهم لما وقع لهم هذا الفوات، ولم يعزهم على هذا الفوات إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعني هذا الأمر إذا وقع منهم مرة أو مرتين فإنه ليس لهم بعادة وليس لهم بشأن، ولهذا خفف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: لا ضير، أو قال: لا يضير. وإذا نام الإنسان غير مفرط فإنه لا يأثم بذلك، بخلاف من اعتاد أن ينام عن الصلاة. إذا نسي الإنسان العبد أو نام، إذا نسي الإنسان الصلاة أو نام عنها وهو غير مفرط فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هكذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما من اعتاد وعلم أنه لن يستيقظ أو ترك أن يعني يتخذ الأسباب التي بها يستيقظ، فهذا إذا فوت الصلاة على هذا النحو كان قد أتى بابا من أبواب الكبائر عياذا بالله. الأمر الثاني أنه أخذ بعض الفقهاء أنه يجوز تأخير قضاء الفوائت إذا خرج وقتها، وكان هذا لمصلحة من المصالح، أخذوا هذا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي على الفور في ذلك المكان. فمن قائل بأن هذا كان لعلة وهي ما ذكرناه، ومن قائل بأن هذا يجوز مطلقا أن إذا خرجت الفائتة عن وقتها فإنه يجوز قضاؤها في أي وقت، لكن المسارعة إلى ذلك أولى. وفيه أيضا استحباب المكافأة على الخير. هذه المشركة الحربية
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلها، وإنما أحسن إليها وكافأها على أنه لم يرزقها شيئا، يعني ماؤها على حاله، ومع هذا كافأها على هذا الأمر الذي لم تفعله حتى بنية، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معها تأليفا لقلبها وتقريبا لبعدها، فكانت هي سفيرته إلى قومها، وهي التي جاءت بالقوم بعد ذلك فأسلموا. أيضا الماء اليسير أو القليل إذا كان معك في سفر فخشيت أن تعطش، هل تقدم الشرب أم تقدم التطهر لأجل الصلاة؟ تقدم الشرب، لأنه يحفظ مهجتك، يحفظ نفسك، ثم لك مندوحة في الانتقال عن التطهر بالماء إلى استعمال التراب. هكذا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم في هذا الحديث جواز التأكيد باليمين، أن يقسم الإنسان وإن لم يتعين ذلك إذا كان الأمر فيه نوع من أنواع التأمين أو التطمين أو تحقيق المصالح. الفائتة إذا فاتت يجوز التأذين لها، إذا فاتت الفائتة ولم نصلها وأراد الإنسان أن يقضيها فله أن يؤذن، سواء كان منفردا أو كانوا جماعة، أي للصلاة. في هذه الحال التي وقع فيها الأمر بالنسبة لهذا المتيمم، المتيمم تيمم وصلى وهو مجنب، ثم جاء الماء فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الماء ليغتسل، وقال فأفرغه على بدنك، لم يؤمر هذا المتيمم بماذا؟ بإعادة الصلاة. دل هذا على أنه إذا صلى متيمما لعذره ثم وجد الماء بعد ذلك أنه لا يعيد وأن صلاته وقعت صحيحة على هذا النحو. ونلحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل آنية المشركين ولم يمتنع عنها، يعني أخذ من هذه المزادة، فسقوا وتطهروا وتوضأوا ولم ينجس هذه المزادة، ولم يقل بنجاستها أو لم يمنع من استعمالها، ولم يأمر من تطهر بها أو شرب منها أو كذا أن يفعل شيئا زائدا فوق أنه يستعمل هذه الآنية أو هذا الماء الذي كان في تلك الآنية. فهذا إذن على هذا النحو يدل على طهارتها ما لم ترى نجاسة عينية في شيء من هذه الأوعية أو شيء من هذه المياه التي استعملها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا الحديث على هذا النحو فيه هذه الجملة المباركة من الفوائد والمنافع. أيضا لما استاق هذه الضعينة، هذه خلوة بأجنبية في طريق سفر، قالوا إنه يجوز هذا مع أمن الفتنة، ومنهم من قال إذا كان اثنين لا تكون خلوة، لكن الصحيح أنها خلوة، صحيح أنها خلوة، لكنها مع أمن الفتنة وشدة الحاجة إليها فإن ذلك لم يقع موقع المنع أو التحريم أو الإنكار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينكر عليهما أنهما جاء بهذه المرأة مختلين بها في هذا الطريق حتى وصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد أتينا على المهم من التعليق على كتاب التيمم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، والحمد لله رب العالمين. ونلتقيكم إن شاء الله تعالى الشهر القادم في الدورة السادسة من دورات التعليق على مختصر الإمام البخاري وهو التجريد الصريح، وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الصلاة. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب الطهارة ومقدمات الصلاة، والدورة الآتية بإذن الله تعالى ندخل إلى كتاب الصلاة.
نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الدرس، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.